مشروع كتير حلو إنه تعرفنا مع بعض. وين تحتنا؟ وين؟ هيدا. ركة رشاد. بعد فبقى هون إحنا معتمدين على البذرة الأورجانيك. فبقى يعني معتمدين هون إنه نزرع البذرة البلدي أو بمعنى أصح بلدي قديمة من جيل قبل جيل. يعني أوكي إحنا فينا نجيب أي بذور من برا لو كانت هجين أو أي شيء، وفينا نزرعها بأي أرض كانت، وما نعتمد على الكيماوي. رضية هيك عملين هيك. أول شيء تعلمت إنه كيف نزرع الخضرة، كيف بنعالج الشتلة إذا تلفت. كان لازمنا لأنه قاعدين لا شغل ولا عمل، يعني إجتنا هالشغلة فينا استفدنا ومنها تسلينا. كنا يعني بالبيت وبالزراعة برا، نشتغل ببيوتنا يعني. لأنه يعني ذكرتنا بأيامنا بسوريا لما كنا هنيك. بدل ما اعطيه انا حق كيلو البندوره صار هو بيزرع بياكل كيلو البندوره من عنده، بدل ما اعطيه حق جوزه الكزبره صار هو بيزرع وبياكلها من عنده. بصير عنده شجاعه اكثر انه يزرع وعم ياكل من ايده، والمواد مخلفات بيته ما بيكبها. من قشره البصله لرغيف الخبز اليابس. لما اجت الاسطوره الزراعه يعني صرت شوف جاري اسأله وتناقش أنا وياه، يعني صار في ألفة يعني بسبب هالمشروع هذا. كتير تغير بالمخيم، حسينا إنه رجعت الحياة للمخيم، انبسطنا كتير بالزراعة، عم نشتغل فيها، حاسين حنا إنه عم نعمل شيء. نفسياً هلا العالم مرتاحة، صار في ألفة بيناتهم يتعاملوا مع بعض، صار في تواصل أكثر بيناتهم. عم بطلع أنا؟ لا مبطلناش، عن عند عيسى، عيسى هو المسؤول عن الجراد. يعني وزن